تمام. السلام عليكم، هذه المحاضرة الرابعة من مادة المعالج الدقيق. يا شباب، أخذنا بالمحاضرة الثالثة إذا تذكرون، أخذنا البروغرامينج، البرمجة، برمجة المعالج الدقيق. وقلنا المعالج الدقيق أكو بي أو مخصصين إلى 256 إعاز. هذين ال 256 إعاز طبعا كل إعاز راح يؤدي في وظيفة محددة، وهذين ال 256 إعاز إذا دمجنا أو جمعنا عدد من الإعازات سويا، فهذا العدد من الإعازات اللي نجمعه راح نسميه شنو؟ راح يكون أو راح نسميه ما يسمى بالبروغرام، البرنامج. هذا البروغرام بالضبط برنامج. هذا البروغرام عندما نزله داخل المايكرو بروسيسور، داخل الـ 8085 مايكرو بروسيسور، فالـ 8085 مايكرو بروسيسور راح يؤدي فد وظيفة مثل يعني على سبيل المثال ممكن وظيفة جمع أو وظيفة بالكم تجي على بالكم راح يؤديها المعالج الدقيق. زين، أخذنا بالمحاضرة اللي فاتت الأقسام الخاصة بالإعازات، وقلنا هن عبارة عن خمس أقسام. قلنا هن عبارة عن خمس أقسام. القسم الأول أو المجموعة الأولى اللي هي اللود آند نقل البيانات، بالضبط عمليات المجموعة الخاصة Load and Data Transfer Group، بس لا تنسون نقول Load and Data Transfer Group، هذا راح يكون مسؤول عن عمليات نقل البيانات. مين ينقل البيانات؟ ينقلها بين الرجسترات، بين خلايا الذاكرة، يعني بهذا الشكل. هذه المجموعة الأولى، وقلنا العدد مالتها كان 84 إعاز. المجموعة الثانية وقلنا عليها اسمها Arithmetic Group. بالضبط Arithmetic Group. الجروب يا اخوان، قلنا انه هذا الارثمتيك جروب راح تكون مسؤول عن العمليات الرياضيه، مثل عمليات الضرب، العفو، الجمع، الطرح، الزياده، النقصان، يعني عمليات شنو؟ عمليات حسابيه. بالضبط. المجموعه الثالثه قلنا عليها وان هي اللوي جروب، بما معنى العمليات المنطقيه، اجراء العمليات المنطق. بالضبط بالضبط، حساب والمنطق. مثل ايش؟ على سبيل المثال مثل الاور، النوت، الان، النان، يعني هاي العمليات المنطقيه. أربعة البرانش، بالضبط أربعة البرانش جروب اللي هو العزات الشرطية، بالضبط الفرعية والشرطية، صحيح تحويل البرنامج، بالضبط. والستاك، الستاك آخر مجموعة اللي هي الستاك والكنترول والأنبوب أو تبني لهن علاقة بذاكرة الكيدس، إضافة إلى السيطرة ووحدات الإدخال والإخراج. زين، هذا اللي أخذناه بالمحاضرة اللي فاتت يا طلاب. زين، ننزل لي جوه الجدول. تمام، اخذنا تحديدا بالمجموعه اللي هي اللود اند ترانسفير جروب، اخذنا يا اخوان شيء على الموف. اول شيء اخذنا قلنا هاي اعازات الموف شنو وظيفتها الرئيسيه؟ وظيفتها الرئيسيه هي نقل البيانات، نقل من السوق، نقل من الرجسترات من بين الرجسترات، بين الرجسترات موقع ذاكرة الى الديستنيشن. السورس راح يكون، السورس يكون ممكن يكون اي واحد مني، اما الـ A او الـ B او C D E، اي مصدر أو حتى موقع ذاكرة. الديستنيشن من ممكن يكون، الديستنيشن من ممكن يكون يا شباب؟ بالضبط هذا العمود، اي ولا بي A B C D E H L اللي هو حتى موقع ذاكرة. وظيفة شنو هاي الإعازات هذني اللي عددها 64؟ خزن المعلومات، هاي مجموعة البيانات، خزن المعلومات. قال لي صوت مو واضح شباب، اكو حد يقول مو واضح. شو زين دكتور حسام، صوتك واضح؟ زين زين واضح، تمام اوكي. ما ادري اكو شخص منكم قال صوت مو واضح. على العموم، فس وظيفة شنو؟ وظيفة الرئيسية قلنا نقل البيانات من مكان إلى مكان ثاني. شنو هاي الأماكن؟ هاي الأماكن عددناها هسه، ممكن تكون واحد من الرجسترات أو موقع ذاكرة. أوكي، هذا اللي سولفناه في هاي المجموعة. أخذنا المجموعة الثانية اللي هي الموف إميديتلي. الموف إميديتلي شنو هذا الموف؟ نقل المباشر، بالضبط النقل السريع أو النقل المباشر. النقل السريع او النقل المباشر، او ممكن نسميه النقل الفوري، او ممكن نسميه بالضبط النقل الفوري، النقل الفوري للبيانات. هذا شنو وظيفته؟ هذا وظيفته تحميل الرجسترات او موقع الذاكره
بصورة فورية للبيانات، بصورة مباشرة إلى البيانات، بدون شنو؟ بدون الحاجة إنه نروح إلى موقع ثاني ننقل البيانات من هذا الموقع ننقلهن إلى الموقع الأول، يعني بدون الحاجة إلى أن يكون عندي موقع يعني أنقل البيانات من الموقع الأول، من الموقع الأول أنقلهن إلى الموقع الثاني، ما حاجة إلى هذا الشيء. لعد شنو؟ هو موقع واحد وأنا أجي أحقن البيانات بداخله، أخلي بياناتي بداخله. شلون؟ من خلال هذا الإيعاز اللي هو الـ MVI. طبعاً أكو تفصيلة ديش المحاضرة كان المفروض أنوه عليها. شوف يا شباب، أي إيعاز يتألف من عدد من الحروف، أي إيعاز يتألف من عدد من الحروف، كل حرف من هاي الحروف أكو إلى دلالة، كل حرف من هاي الحروف أكو إلى دلالة. يعني مثلي إيش؟ على سبيل المثال لما أقول أني MVI يعني شنو؟ الام والفي دلالة على شنو؟ دلالة للموف. نعم بالضبط. الاي دلالة للشنو؟ دلالة للإميديتلي. شنو يعني إميديتلي؟ إميديتلي فوري، فوري أو مباشر. فوري أو مباشر. نعم. نقل سريع. بالضبط نقل سريع. ما أدري هاي الملاحظة ذكرتها بذاك الأسبوع أو ما ذكرتها، على العموم زين. لا موجود ذكرتها. خير وبركة. ذكرت. خير وبركة. هسه اليوم موضوع محاضرتنا راح ناخذه بالجديد، راح نكمل هسه، راح نكمل على هاي الإعازات. طبعا طلبت منكم البارحة إنه تقرون الإعازات اللي أخذناها، وما شاء الله عليكم مبين عليكم قارئين. زين. اليوم راح ناخذ مجموعة إعازات تقريبا 15 إعاز جدد. فلازم نكون ذني الإعازات القديمة اللي أخذناها فاهمين على مود ننتقل للإعازات الجدد راح نأخذها. نجي هسه أول مجموعة جديدة راح نأخذها اسمها إعازات اللود هذني. تحميل يعني. والعكس مالتهن بالضبط تحميل. والعكس مالتهن اللي هو الستور، بما معناه التخزين. إعازات التحميل والتخزين، إعازات التحميل والتخزين. زين شنو هذني؟ شنو الفرق بين إعازات التحميل والتخزين؟ شنو هاي الإعازات؟ هسه أسولف لكم. خلنا نرجع ذاكرتنا للمحاضرة الأولى. شنو اللي أخذناه بالمحاضرة الأولى؟ قلنا على سبيل المثال عندي أنا المايكروبروسيسور، عندي المايكروبروسيسور وعندي هنا شنو؟ عندي هنا الميموري، عندي هنا الميموري. طبعا المايكروبروسيسور والميموري مربوطين خلال شنو؟ خلال ثلاث خطوط من البسط، من خلال بسط ثلاث خطوط من البسط. الخط الأول سميناه الأدريس بس، الخط الأول سميناه الأدريس بس، الخط الثاني سميناه كنترول بس، الخط الثالث سميناه داتا بس. داتا بس. هسه لازم شنو؟ هسه لازم نفهم مصطلحين، لازم نفهم مصطلحين هو احنا نفهمهم ونعرفهم، لكن هنا بالمعالج الدقيق، المعالج الدقيق شلون راح يتصرف وياهم وشلون راح يفهمهم. شنو هذين المصطلحين؟ المصطلح الاول اللي هو اللود تحميل، والمصطلح الثاني اللي هو ستور. لازم نفهم اللود باعراف المعالج الدقيق منين لوين راح تنتقل البيانات، والستور بأعراف المعالج الدقيق منين لوين راح تنتقل البيانات. عندما أقول راح أحمل البيانات، أسوي لها عملية لودينج، شنو تقولون؟ مين راح تنتقل البيانات؟ من الذاكرة للمعالج الدقيق، لو من المعالج الدقيق إلى الذاكرة؟ عندما أقول لود للمعالج، من المعالج الدقيق للذاكرة. لا يا عندما أقول لود، فإن البيانات راح من الذاكرة إلى المعالج الدقيق، أحملها أحملها بداخل المعالج الدقيق. هذه العملية شو نسميها؟ هاي العملية نسميها تحميل، لود لود. هاي العملية نسميها تحميل. العكس مالتها يا إخوان، العكس مالتها إيش هي؟ ستور. العكس مالتها يا شباب اللي هو شنو؟ اللي هو ستور. شنو يعني ستور؟ ستور بما معناه خزن، بما معنى ستور خزن. يعني شنو خزن؟ يعني راح اخزن البيانات. وين اخزنهم؟ اخزنهم في داخل داخل الذاكره، العفو، في داخل الذاكره. فعمليه التحميل هي عمليه عكسيه. راح تتم شلون؟ راح تتم نقل البيانات من الذاكره الى داخل المعالج الدقيق، بينما الستور راح يكون عكس اللود. لا، البيانات اللي موجوده في داخل المعالج الدقيق نفسها راح انقلها، اخزنها في داخل الذاكره. زين، ف
هسه بعد ما اتهمنا هذا الموضوع او بعد ما استذكرنا هاي المعلومات، هسه نجي الى اعازات اللود اللي هنا بني اربع اعازات، اربع اعازات هسه راح نقعد نسولف بهم. نجي على اول اعاز اللي مكتوب عليه ال دي اي اكس بي، ال دي اي اكس بي. زين هسه نجي شنو هذا ال دي اي اكس بي؟ طبعا انا ذاك البرنامج مالتي ما ادري ايش بيه عطل اليوم ما يطي يشتغل، تحميل تحميل بيانات. هسه خلي نجي على هذا الامر اللي هو اول اعاز. هنا ادي اول اعاز ال دي اي اكس بي، هذا الاول اعاز يا شباب خلي نجي نفتهمه ونفصله بالتفصيل حرف حرف. نجي ال A و D شنو وظيفتهم او شنو الدلاله مالتهم؟ لود تحميل. يا شباب انا شنو معناها؟ البيانات راح تنتقل منين؟ من الميموري، من المعالج الدقيق، من الميموري الى المعالج الدقيق. زين من الميموري راح تنتقل، راح تنتقل الى المايكرو بروسيسر، المايكرو بروسيسر. زين اجي وياكم، راح تنتقل من الميموري الى المايكرو بروسيسر. يعني وين راح تتخلى بالمايكرو بروسيسر؟ وين راح تتخلى بالمايكرو بروسيسر؟ مدرس معين، مدرس معين بالاي الاخذنا بالاي. من اللي قال برجستر اي؟ من قال؟ من اللي قال برجستر اي؟ انا قلت بالكت. ليش راح ما اعرف انا من اللي قال برجستر اي؟ وبالفعل راح تنتقل بكاش ميموري، بكاش ميموري. يا شباب دقيقه، لا لا وياي وياي شباب وياي. المعلومات فعلا هي راح تنتقل من الميموري، راح تجي للمعالج الدقيق، لكن تحديدا وين بالمعالج الدقيق؟ راح تروح بالرجستر اي، راح تروح الى رجستر اي. ما اعرف اكو واحد بيقول قال رجستر اي، هو فعلا هذا الكلام رجستر اي. راح هي البيانات راح تنتقل الى رجستر اي. زين وين هنا القي رجستر اي؟ هذا هنا قايل هنا رجستر اي لود، حمل حمل. وين حمل؟ هي حمل بالرجستر اي، حمل البيانات بالرجستر اي. فعرفت اني الديستنيشن مال هذا الاعاز، الديستنيشن مالته هو الرجستر اي. زين السؤال الثاني اللي راح يطرح نفسه، شنو السؤال الثاني؟ انا عندي الذاكره، عندي الذاكره عباره شنو؟ بيانات عباره عن المواقع ادريسز. يعني شنو ما معناه؟ خلايا نسميهن خلايا. هذا الميموري، هاي الميموري عبارة عن مجموعة من الخلايا. زين أنا لما إجيت ال دي أي، ال دي أي إكس بي، حمل الريجستر أي من الذاكرة، حمل الريجستر من الذاكرة. زين هسه المعالج راح يسأل يا ذاكرة من عندهن، ذاكرة البي من عندهن، مع الخلايا اللي مربوطة بي تقريبا 65,000 خلية، 65,000 خلية. شنو الأدرس بهاي الخلية اللي تريد تنقل البيانات من عندها؟ يعني نقدر نقول تقاطع استاد البيانات. أنا عرفت إنه الديستنيشن مال هذا الإعاز هو الريجستر أي. أي. عيني واحد اللي يحكي. 78. شلون؟ موقع 78. شنو اسمه؟ شنو اسمه؟ هذا شوف نقطة قاطع يعني؟ لا مو 78، لا هي العملية. لا وياي 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 شباب، لا لا مو 78، العملية مو عشوائية. شلون هدى؟ أثناء تحميل برنامج الكيتس. لا وياي طلع طلع. وياي ال دي وياي تصير ريجستر صار. يعني الدكتور قصدك من الموف ننقلها غير وياي طلاب وياي. صح كلام، اقطع 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 وياي اسمعني. اي زين انا ايش قلت؟ قلت هسه انه البيانات راح تتحمل الى داخل الريجستر اي. قلت البيانات راح يتم تحميلها بداخل الريجستر اي، لكن السؤال شنو؟ السؤال اصلا هاي البيانات منين راح تجي؟ واحد من عندكم راح يقول لي راح تجي من الذاكره. زين هسه هنا السؤال الجوهري، يا ذاكره
ما هو المعالج الدقيق الـ 8085 بي أكثر أو مربوطة بي ذاكرة ميموري بها أكثر من 65 ألف خلية. 65 ألف خلية، من يا خلية أجيب البيانات؟ وين العنوان مالتها؟ وين العنوان مالتها؟ الجواب ببساطة يجاوبني إياه من هو راح يجاوبني إياه؟ هذا الـ XB ويا شباب ويا راح يجاوبني إياه الـ XB. شنو هذا الـ XB؟ شوفوا يا شباب، قد ما أخلي حرف الـ X، قد ما أخلي حرف الـ X وبصفه رجستر من الرجسترات، رجستر من الرجسترات، أفهم إنه هذا مو رجستر لوحده، لعد شنو؟ راح أفهم إنه هذا عبارة عن رجستر بير، راح أفهم إنه هذا عبارة عن رجستر بير. يعني شنو رجستر بير؟ هذا مو بي، وإنما رجستر بير اللي هو بي سي. بي سي شنو يعني هنا بي سي؟ زين سؤال يطرح نفسه، البي إيش قد كم بت؟ البي ثمانية 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 يعني 16 ثمانية أيضا ثمانية معناها مدموجين، معناها مدموجين عددهم إيش قد؟ معناها مدموجين عددهم 16 بت. 16 بت ما دام صاروا 16 بت، ما دام صاروا 16 بت اللي هو هذا هنا تشير إلى ال X، تشير إلى مثل ما قلت لكم زوج من الرجستر. ما دام صار إكس بي هنا عندي رجستر بير وحجمه سنها شنو معناها؟ موقع الذاكرة وين موجود؟ الادريس مالته مخزون بداخل الرجستر بير بي سي، بداخل الرجستر بير بي سي. يعني الصيغة العام راح تصير مال هالإيعاد اللي هو LDA AB راح تصير بهذا الشكل. انقل البيانات اللي موجودات بالذاكرة، يا ذاكرة الذاكرة اللي العنوان مال رجستر بير بي سي، وين انقلهن؟ انقلهن الى الرجستر اي، انقل هاي البيانات الى داخل الرجستر اي. فلا تتهمون غلط يا شباب، الميموري اكو بداخلها شيء بيانات، هاي البيانات هي اللي راح انقلها الى الرجستر اي. زين البي سي شنو وضعيتهن؟ محتوياتهن يمثلن شنو؟ يمثلن الادريس مال هاي الخليه، الادريس مال هذه الخليه. وضحت اخوان؟ وضحت؟ وضحت هذا استاذ وائل. اه شباب الدقيق واضح دكتور. لو نروح على الإعادة الثاني اللي بعده اللي هو LDA XD، هذا شنو وظيفته؟ يعني دي اي يعني دي سيستم. ثواني لا دي دي دقيقة شباب. نعم طلاب ادوا مايكاتهم. حيدر بشار آسف استاذ بس غير نجاوب وياك. اي هي هو يعني ما يريد اي تفضل يا حساب ال دي اي تقدر تشرح لي اياه؟ انا اشرح راح يسوي استاذ. لا اختاريت حيدر يلا ماشي. لا اختاريت حيدر. نعم دكتور. ها تقدر تشرح لي هذا ال LDA LDA XD؟ ما أعرف. أوكي ماكو مشكلة. ما أنا بالدوام حالي. الله يساعدك الله يساعدك. ماكو مشكلة. هلا ماكو مشكلة حبيبي. شو هذا؟ دقيقة وين؟ أي تفضلي يا هدى. تفضلي هدى. نعم دكتور وياك. راح ننقل المعلومات من الرجستر، راح نلودها من ال LD ننقلها للرجستر اي، راح نلودها للرجستر اي. اوكي يعني راح نوديها الى الرجستر. دقيقه راح نوديها الى الرجستر اي صحيح. منين راح نجيب؟ راح نجيبها من ال من ال من ال دي من ال بي اكس دي اكس دي اي XD. لا ما قلت هيك شيء. مو XD. لا مو XD. هذا مو XD. زين اي تفضل مرتضى. غير نقلها للرجستر دكتور. هذا رجستر مدمج. نعم صحيح. احنا راح ننقلها يا شباب. احنا راح ننقلها الى الرجستر اي. هذا الشيء صحيح. لكن احنا منين راح نجيبها؟ نجيبها من الرجستر. نجيبها هاي المعلومات دي اي يعني هيك بهذا الشكل نفهم
ريجستر دي اي دي اي لا ما قلت هيك يعني مو هيك الحكيهم هذا ذا استاذ من الذاكره اللي عنوانها دي اكس بي بالضبط صحيح يا مي يا مي الذاكره من الذاكره اللي العنوان الذاكره عنوان الريجستر دي اي مثل ما شرحت هنا فوق مثل ما شرحت هنا فوق راح انقلها منين راح اجيبها من الذاكره يا ذاكره اللي عنوانها بي سي هنا هم نفس الشيء راح اخذها منين من الذاكره يا ذاكره الذاكره اللي العنوان مالتها دي اي فالمحتويات الموجوده بالذاكره هي انقلها الى الريجستر اي وضحت هسه صوت استاذ ممكن اعرف ليش دي اي ايش مو دي يعني دكتور يعني الدكتور ما دي اي يعني نقصد الدي اي هي موقع ذاتي ليش دي اي اختارت لا غير بس تمحوني نعم. بس لا تمحوني تفضل مرتضى واحد اخوان رجاء اللي يريد يحكي ارفع ايده نعم تفضل مرتضى دكتور يعني نقصد الدي اي هي موقع ذاكره متكونه من المعلومات معلومات المعلومات نعم. المعلومات بداخل الريجستر دي اي راح اعتبرها او المعالج الدقيق راح يستخدمها كموقع ذاكره نعم المعلومات اعيدها مره ثانيه المعلومات اللي موجودات بداخل الريجستر بير اللي هو دي اي المعالج الدقيق راح يستعملها العفو يستعملها كشنو كعنوان للذاكره وضحت دكتور حيدر في السؤال تفضل حاسب العفو البي سي والدي اي والاتش ال فقط ذي الريجسترات يعني نعتبرها دمج ريجسترات اثنين اي سولفنا عليها بالمحاضره الثانيه نعم نعم تذكرون شباب تذكرون بالمحاضرة الثانية بي سي والدي والأتش البي مع السي والدي نعم. مع الإي والأتش مع الأل قلنا ذني نقدر ندمجهن شنو ندمجهن ندمجهن بصورة برمجية بصورة برمجية ندمجهن شلون برمجية من خلال الإعازات مثل إيش مثل هذا الإعاز اللي هو الـ LDAXD هنا هسه دمجت الرجستر دي مع الرجستر إي قبل شوية فوق of the A XB هذا هنا XB دمجت شنو دمجت البي مع السي برمجيا دمجتهن برمجيا ها شباب اكو حد عنده سؤال لا ما ما اريد اكمل وانتو هذا الموضوع يعني او هذا اللي يعني بالذات دكتور عدها بلا ما عليه شويه بعد اوكي اكو بعد احد غير يوسف عيد دكتور بلا زحمه ماشي اي والله يا ريت استاذ تعيده نعيد ما تقولون عيدها زين على الامر احنا واحد يوكل افكار ها يوسف سوى النواهس استاذ يلا من الزينات هاي بس خلنا نضبط الشاشه ما ادري شلون ما اشوف هذا البرنامج احسن من ذاك المايكرو لا وذا كمان مايكروسوفت شوف يا شباب انا عندي عازين دكتور ممكن سؤال اي عازين تفضلي هدى تفضلي دكتور يعني قبل شويه من كتبت لنا كتبت لنا ال دي اي اكس بي مو صحيح فاحنا توين كتبنا ال دي اي انا جاي اشوفه من الموبايل كتبته اتش ال العفو العفو اي 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 العفو العفو اسف اي ال دي اي صحيح اي مو صحيح دكتور فانت قلت بين قوسين هذا الام يمثل الادريس مع الخليه وقلت ضفنا وي البي سي يعني احنا اوتوماتيكيا ناخذ الاثنين هنا الريجسترات يعني لان البي وي السي والاتش وي الال يعني احنا نضيف له لان علامه الاكس موجوده يعني ندمج اثنين حتى تصير 16 بت هيك المقصود أي. كل رجستر اثنين رجسترات مطبق نسوى الاتش والال الاكس اي نعم الاكس بي اكس بي معناها بي سي الاكس دي معناها دي اي الاكس اتش ومو موجوده هاي الاكس اتش بس يعني شيء بشيء يذكر معناها اتش او نعم هي هاي المعلومات اللي وقفت عندي قبل شوية ليش ما عرفت أقول لك دي إيه؟ أي. ما دكتور شكرا
وهذا الريجستر بير قلنا عليه بالمحاضره الثانيه انه هذين الريجسترات البي والاي سي يندمجان برمجيا، الدي مع الاي يندمجن برمجيا، الاتش مع الال يندمجن برمجيا، يسوي لي ويشكل لي 16 بت. 16 بت، نعم واصل المعلومه. شكرا دكتور، شكرا، حياك الله. زين، فهسه سولتنا بإي عازين. شنو النذن الإي عازين؟ الإي عاز الأول اللي هو الـ LDA XB و LDA XD. نجي نعيدهن، شبيهن ذني هن اثنيناتهن راح يحملن بيانات، راح يحملن أو ينقلن بيانات. ينقلنهن من موقع الذاكرة، ينقلنهن إلى شنو؟ إلى الرجستر أي، الى الريجستر اي. موقع الذاكره طبعا 8 بت، الذاكره 8 بت، الداتا باس مال المعالج الدقيق 8 بت، والاكوميليتر نفس الشيء ايضا 8 بت. زين، السؤال هنا اللي يطرح نفسه، يا ذاكره وين القي الادريس مال هاي الذاكره؟ الادريس مال هاي الذاكره وين القي؟ بالبيت. الادريس مال هاي الذاكره يا شباب وين القي؟ اذا استعملت هذا الامر راح القي الادريس وين موجود؟ راح القي الادريس موجود بالريجستر بي سي. واذا استعملت هذا الامر اللي هو LDA XD راح القي الادريس مالته موجود بالريجستر بير اللي هو DE. هذا هنا راح يشكل لي 16 بت، وهذا راح يشكل لي 16 بت، والادريس باص الخاص بالمعالج الدقيق من النوع 8085 هو 16 بت. وضحيت شباب الإعازيين او الامرين راح يحملن يسوون عمليه لود، راح يسوون عمليه لود من الذاكره اللي العنوان مالتها محدد بالريجستر بير بي سي او الريجستر بير دي اي. وين يودن هاي البيانات؟ يودوهن الى الريجستر اي، داخل الريجستر اي. تمام يا شباب؟ تمام استاذ، تمام تمام استاذ، تمام. نرجع لهنا للمزمه مالتنا، نقرا يقول load and data store instruction. load instruction اعازات اللود. ايش بيها ذني اعازات اللود؟ كاتب هنا على هذني الاعازين، ايش كاتب لكم؟ these two instructions، هذني الاعازين are generally used to load the register A، يستخدمن بصوره عامه لتحميل الريجستر A، to load the register A، حمل الريجستر اي بالبيانات. يا بيانات وين موجوده هاي البيانات؟ بالميموري سيل. بيانات موجوده من الميموري سيل. زين، وين العنوان مالتها؟ الادريس مالتها وينه؟ وين الادريس مالتها؟ الريجستر مالتها محدد اما بالريجستر بي سي او كاتب لك اور او دي او الريجستر دي اي. فهاي هنا الصيغه الرياضيه او الصيغه التمثيليه مال الموضوع، انه الميموري اللي العنوان مالتها بي سي راح انقل بياناتها وين؟ راح انقل بياناتها الى الريجستر اي، الى الريجستر اي. وهذه هنا الميموري اللي الادريس مالتها دي اي راح انقل بياناتها الى الريجستر اي. وضحت شباب؟ تمام دكتور، تمام تمام. هسه نكمل يا اخوان، شو نكمل؟ خلينا ناخذ هذا المثال. شو تقولون؟ احسن نفتهم الامور شويه بصوره افضل. تمام تمام. دا يقول بهذا المثال write an assembly language program، اكتب برنامج بلغه التجميع، to load the data لتحميل البيانات، stored in the memory cell المخزونه في موقع الذاكره، which has the address 5478. يعني شنو؟ يعني عندي ذاكرة، موقع ذاكرة العنوان مالتها هي 5478. هاي البيانات وين أسوي لها عملية اللود؟ أسوي لها عملية اللود إلى الريجستر أي. هنا إلى الريجستر أي، هذه أي الخطوة الأولى. بعدين شو يقول لك؟ بعدين انسخ هاي البيانات، then copy، انسخ هاي البيانات. وين تنسخها؟ تنسخها داخل الريجستر H أو L. داخل الريجستر L بالضبط، H و L. زين، هذا البرنامج اللي يريدني أكتبه، هذا البرنامج بلغة التجميع
مكتشفه زين انا راح احل هذا البرنامج ايش راح اكتب بالبدايه اول شيء نروح راسا نباوع لهذا او نباوع لهذا ماكو مشكله بيناتنا زين شنو اللي راح نسوي مثلا على سبيل المثال هاي البيانات اللي هي 5-4 راح احملها مثلا بالرجستر دي وهاي البيانات بالرجستر ليش حتى اشكل عنوان مال هاي الميموري اشكل العنوان مال هاي الميموري ايش راح اكتب MVRD move immediately بارزة 5-4 و MVI 7-8 هسه حاليا صار عندي شنو صار عندي العنوان الخاص في هاي الخلية وين صار برجستر اي والرجستر اي البعض الخطوه اللي بعد شلون راح اسوي مباشره راح اكتب الاعاده تاعو راح اكتب الاعاده مالتي اللي هو ال دي اي اكس دي ال دي اي اكس دي راح يروح يفتح الريجستر دي ويفتح الريجستر اي يدمجهم سويه البيانات اللي راح تظهر عندي او راح تظهر عند المعالج الدقيق ايش راح يستعملهن كادريس راح يستعملهن كادريس واضحه يا اخوان واضحه استاذ بس استاذ زين اللي هنا انا كملت هاي الامور وكملت هذه الامور كليتها من هذا اللي اجى عباس ها مهدي تفضل استاذ عبد المستعد الرقم اللي اخذناه الرقم الريجستر داخل الميموري شلون فرضنا اول رقمين اللي اعتبرنا الاي والتاء والبعد فرضناه للبي اول رقمين شنو اول رقمين للبي للدي قلت ها للدي انت عم تقول اربعه هذا اللي اول 5-4 اي 5-4 هاي للدي نقدر نفرطها للإي نفرطها للإي لا 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 راح يصير بالعكس يعني راح يصير العنوان الذاكرة كأنما هيك بهذا الشكل ما وعلي راح يصير كأنما 7-8-5-4 ومو هي الذاكرة اللي مطكية هاني موجودة راح يصير بالعكس تمام زين هسه لهنا أنا كملت الشطر الأول من السؤال أو المثال العام شنو الشطر الثاني؟ الشطر الثاني جاب المعلومات اللي أخذتها من موقع الذاكرة خلينا نسخة من عندها بالرجستر H وخلينا نسخة من عندها بالرجستر L من يقول لي يا أي عازم ممكن أستعمل؟ move اي تو ايش واي تو هيلب واخر شيء طبعا ما ننسى الهيلب 7-6 اخر شيء ما ننسى الهيلب اللي هي 7-6 جيد هذا البرنامج اللي طلبته برنامج بالاسامبلي لانجويج يسحب البيانات الموجوده في هذا الموقع يخليها بالرجستر اي ويخليها بالرجستر اتش ويخليها بالرجستر ال بثلاث مواقع اي و H و L دي مشكلة يا شباب؟ لا استاذ كمان أكيد؟ دكتور سؤال جواب تفضل بالامتحان إذا مثلا إجانا بالورقة السؤال يعني إحنا نكتب لك لازم نوضح لك ال D ياخذ هاي القيمة وال E ياخذ هاي القيمة؟ يعني قصدك إذا أقول لك اكتب برنامج؟ نعم دكتور إذا قلت لي اكتب برنامج فأنا من خطوات الحل طالب من عندي هذا الشيء أو لا؟ لا هو أنا إذا قلت لك اكتب برنامج هو تكتب لي هذا البرنامج هيك بهذا الشكل أنا أفهم شكرا دكتور يعني مو أكثر منها يعني شلون توضح لي ما يعني شلون تريدني يعني أوضح لك توضح لي يعني دكتور يقصد أن كتب النوبة بلغة الآلة
لا قلت لكم انا ذيش المحاضره قلت لكم ذيش المحاضره انه المشين لانجويج هذيك نسويه كودات بالمشين لانجويج هذا بس بالعملي بالنظري بالامتحان النظري اريد هذا اريد هذا وبس بل بالامتحان العملي لا اريد لا اريد اريد ارقام اريد ارقام اريد مشين لانجويج وانا قايل لك هنا قايل لك هنا راح اقول لك دكتور معالج ما يفهم الا المشين لانجويج هذه هذه ظللتها باللون الاخضر assembly language assembly language شنو يعني برنامج بلغه تجميع التجميع لغه التجميع هاي لغه خاصه بي انا ما قلت لك اكتب لي المشين لانجويج لو قايل لك مشين لانجويج معناها شنو معناها بالامتحان لازم اعطيك ورقه مع الكودات اللي هذني اللي هن هذني هذني لازم اعطيك هاي صفر الدستران اي يعني لازم اعطيك هاي الورقه وانا هاي الورقه ما راح اعطيك اياها بالامتحان النظري بس بالعملي اي اقول لك اي يعني لو تجيبها لو انا اطوعها لكم هاي بالعملي بالعملي لا العملي غير شكل يعني اريدك تحول لي اياها الى كودات اه تمام تمام دكتور شكرا تمام دكتور شكرا بس انت يعني سالتني ايش عندكم بالامتحان ليش تفكرون بالامتحان اخر شيء تفكر به الامتحان نفسهم الماده والامتحان سهله زين سؤال هسه هنا اكو سؤال بس رجاء اخوان رجاء يعني ارفع ايدك يعني لا تحكي من مكانك لان دفر هوسه عندي كلش لا مو هسه بعدنا انا ما سالت السؤال هو هذا المهم شنو هو السؤال هسه انا لما حليت لما نجيت حليت شو استخدمت كادريس البي سي لو دي اي كادريس استعملتهن انا راح اجاوب استعملت كادريس هو الدي اي استعملتهن كادريس استعملتهن كادريس الدي اي زين البي سي ش بي ليش ما استعملت ليش ما استعملها كادريس ليش قلت ام في اي دي كو اقول ام في اي بي ها مهدي تفضل لان عندي الرقم 5478 اللي هو هذا خاص بالدي والاي بالميموري المحجوز داخل الذاكره لا لا مو صحيح مو صحيح غيره منو غير مهدي استاذ عيد السؤال شنو سؤالك استاذ مرخصتك اني هسه يا شباب استعملت هنا طبعا هذا السؤال محلول هذا هنا بالسؤال شو استخدمت الدي اي هذني استخدمتهن في عمليه الادريسنج استعملتهن في عمليه الادريسنج زين ليش ما استعملت الريجستر بي او الريجستر سي شنو فرقهن؟ شبيهن الريجستر بي او السي؟ ليش ما استعملهن؟ ايه تفضل هشام. انا قلت اول بداية انقل نقل سريع من ريجستر الى ريجستر اخر من ريجستر الدي الى الاي. لا ما مدى تفتهمون السؤال اخوان مدى تفتهمون السؤال مو هذا قصدي بالسؤال. انا ايش قلت هنا؟ قلت ام في اي دي زي ليش ما قلت اني ام في اي بي هنا وقلت ام في اي سي يعني هنا راح يصير عندي ام في اي B M V I بعدها C هذا مكان ما L D A X D أكتب L D A L D A X B أستعمل الإعاز الأول ليش استعملت D E هو أكو إمكانية إن أستعمل B C اسمع الأستاذ دكتور فضل مرتضى دكتور لأنه موقع الذاكرة هنا بيكري يصير يعني لا لا لا, لا. لا لا تفضل ميثم لانه ارثمتيك يعني لا 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 ما له حق استاذ لين تحميل هو منطينا بالسؤال حمل على ال دي ما قلت لك يابا انا قاعد اقول ليش استعملت الدي اي بالادريسنج ليش ما استعملت البي سي تفضل يوسف تفضل يوسف استاذ لان نقدر نقول ان الريجسترات ان جنرال بيربس ريجستر يعني هنا اغراض وبنفس الوقت ان خاصيه الخزن المؤقت قبل ما نسوي الاجراء الريجستر كان اثنين عشان البي سي ولا دي اي سي عشان الخزن المؤقت ام هدى تفضلي دكتور اقدر استعمل اي ذاكره اقدر استعمل مو الا يعني صحيح هو صحيح هو هذا جواب اقدر استعملهم هي امكانيه انه استعمل البي سي او امكانيه يعني اقدر استعمل الدي اي ماكو شيء يمنعني ماكو شيء يمنعني هالمره استعملت الدي اي للعنونه هو من الممكن
ابدلهن شو استعمل؟ استعمل مكانهن البي سي مثل هنا، بس هذا الايعاد لازم يتبدل، مو ال دي اي اكس دي، لا يصير ال دي اي اكس بي. ثانيا ما دام عندي اني برمجه، ما دام عندي برمجه اذا راح نلقي قدامنا او راح نلقي طريقنا يعني مئات مئات الطرق انه شنو، انه نبرمج المعالج. مو معناها انه هذا الايعاد، هذا الايعاد خلص العفو، او هذا البرنامج خلص هو هذا وماكو حل غيره، هو بس هذا ماكو هيك حكي. لا، من الممكن اغير على سبيل المثال أغير. يعني شلون اغير؟ انا قلت موف اي تو اتش، هنا انا اقدر ما اقول موف اي تو ال، وانما اقول موف اتش تو ال، على اعتبار انه الاتش اخذ القيمه مالت الاي، ماكو داعي اكرر الال، العفو ماكو داعي اكرر الاي مرتين بهذا الشكل. فإعادات او برنامج، ما دام عندي برنامج اذا البرنامج راح يكون ب شنو كذا طريقه استعملها في عمليه البرمجه وفي عمليه الادريسنج العنونه. وضحيت اخوان؟ ماكو طريقه للحل وحده، ماكو طريقه حل وحده ثابته، هذا الشيء ما موجود. كل الرجسترات هذه وضحت الطريقه الثانيه شلون عماد؟ استاذي وضحت، بس نحلها بالطريقه الثانيه حتى ننقلها. اي ماكو مشكله، احلها بطريقه ثانيه، يعني هاي بهذا الشكل. ايش راح نقول هنا؟ راح نقول ام في اي بي 5 4 وام في اي سي 7 8 7 8 او دي اي اكس، راح بي مو دي، مو دي او دي اي اكس بي، بعدين مو اي to L على سبيل المثال، و move L to H والهوت. طريقة ثانية، طريقة ثانية هنفرح موضوع اختياري دكتور. طبعا اختياري، طبعا اختياري، انتم ما ملزمين باسلوب حل واحد. نعم والله ما ملزمين باسلوب حل واحد. واضح واضح دكتور؟ واضح. نعم دكتور واضح. نجي للإعاز الثالث من إعازات اللودينج، التحميل، اللي هو LDA address. LDA address هذا طبعا إعاز كلش حلو. شنو هذا الإعاز يا شباب؟ هذا الإعاز وظيفته الرئيسية هو نفس إعازات LDA. يعني قبل شوية أخذت LDA XB و LDA XD، خلصين قبل شوية. شنو اللي كافئهن؟ اللي كافئهن هو الإعاز LDA address. يعني شنو هذا LDA address؟ يقول لك انت تريد تحمل هنا اللي باللون الاحمر، هذا تريد تحمل شنو؟ تريد تحمل الريجستر A بمن؟ بالبيانات من الذاكرة. شنو الموقع مال الذاكرة؟ الموقع مال الذاكرة محدد اما بالريجستر بير PC او الريجستر بير DE. هذا هنا، هنا. لكن هنا شو يقول لك؟ يقول لك انت تريد تحمل، تريد تسوي لود للريجستر A، للريجستر اي. هذا اللود من الريجستر اي منين راح تجيب البيانات؟ راح تجيب البيانات موقع ذاكره. وين هذا الموقع؟ هذا الموقع هنا راح يكون مذكور بهيئه شنو؟ على هيئه رقم. على هيئه شنو يا شباب؟ على هيئه رقم بصوره مباشره. ماكو داعي انه تحمل ريجستر بي والسي، او ماكو داعي تحمل ريجستر دي اي، ماكو داعي تحملها، لا بصوره مباشره. يعني لو نجي على هذا المثال مالتنا لهنا، لو نجي على هذا مثالنا يا شباب اللي حل إناس تونا بطريقتين، أكو أسلوب ثالث؟ إيه أكو أسلوب ثالث. هذين الثلاث إعازات من الممكن نستغني عنهم بإعاز واحد. شنو هذا الإعاز الواحد؟ الإعاز الواحد هو شنو؟ هو LDA 5 4 7 8 مباشرة. حمل الرجستر A من موقع الذاكرة، هذا من موقع الذاكرة 5 4 7 8. من الممكن أستغني عن ذني ثلاث إعازات وأعوض عنهن بإعاز واحد. ها يا شباب واضحة؟ واضحة دكتور. ها شباب أكو حد عنده استفسار، سؤال، استفهام؟ ثابت إذا تعوده مرة ثانية؟ أي نعيده مرة ثانية. مرة ثانية أي نعيده مرة ثانية يا مهدي. مثل ما قلت لكم، مثل ما قلت لكم إعازات، الإعازات للمعالج الدقيق. طيب شنو؟
ما شغلت قبل شوية استوي يلا اشتغل. زين مثل ما قلت لكم يا شباب إعادات المعالج الدقيق كل حرف كل حرف أكو إلى دلالة كل حرف أكو إلى دلالة. قبل شوية أنا شنت أقول LD يعني تحميل حمل الريجستر أي منين تحمله؟ تحمله من الذاكرة. لكن المشكلة هنا الذاكرة عندي هي عبارة عن مجموعة من الخلايا. الذاكرة عبارة عن مجموعة من الخلايا يا خلية يا خلية اللي راح أجيب البيانات من عندها. فقبل شوية استعملت الدي اي بالعنونة وراها حلينا احنا هنا بيناتنا استعملنا البي سي بالعنونة. هو من الممكن اذكر الادرس بصورة مباشرة اذكر الادرس بصورة مباشرة ماكو داعي احمله موقع من المواقع وبعدين اجي اسحبه. لا مباشرة اكتب LDA حمل الريجستر اي من يا ذاكرة من الذاكرة اللي موقعها 5478 5478 بهذا الشكل بهذا الشكل راح يتحمل الريجستر اي شي حمله بالبيانات يا بيانات البيانات الموجودة بهذا الموقع اللي هو 5478. طبعا الصيغة التمثيلية مال الموضوع او مال هذا الإعاز هي هنا مكتوبة العفو هنا مكتوبه موقع الذاكره اللي العنوان مالته منطي انا هنا منطي محمد الشامي يلغي حمله بالريجستر اي شلون بس اكو واحد من الطلاب اشترك الشاشه مالته وطفت الشاشه مالته محمد الشامي اعتقد سوى مشاركه الشاشه شباب من هو مشارك شاشته؟ الولد هذا الاستضافه الجديد شو اسمه؟ يعرفه ميثم دكتور الظاهر سهوا الولد شارك ما يتبع ما يدري سهوا ميثم اذا موجود تعرفه انت الولد حاط شيء الصراحه حاط شيء محمد الشامي اعتقد محمد الشامي اي نعم دكتور محمد الشامي تمام اوكي اوكي استنى شارك الشاشه تمام يعني واضحه شاشه كبرها استاذ اكبرها استاذ ماشي كبرها بعد ما وديها استنى ماكو صغيره ما ظاهره يا ما ظاهره راحت الشاشه ما راحت ما ادري صار حيدر دقيق ها دقيقه دقيقه انت داخل وقتين دقيقه ها تمام تمام صار هسه تمام دكتور تمام زين هسه نكمل يا اخوان نكمل للإعاز الرابع نكمل ونروح للإعاز الرابع اللي هو شنو هو اللي هو LH LD خلينا نجي نسولف على هذا الإعاز إعاز بسيط وسهل L H L D يجي بعده أدرس يجي بعده أدرس شنو شغل هذا الإعاد يا شباب هذا الإعاد أيضا يسوي عملية تحميل أيضا يسوي عملية تحميل يعني منين تحميل من الذاكرة إلى ريجستر لكن هو ما راح يسوي تحميل إلى الريجستر أي لا راح يسوي تحميل إلى الريجستر L مرة وراح يسوي تحميل إلى الريجستر H مرة راح يسوي عملية تحميل L D المن للريجستر بير اللي هو H L شلون راح يسويها يعني بهذا الشكل من الذاكرة إلى الريجستر L ومن الذاكرة إلى الريجستر H زين أوكي حلو اللي هنا أنا. يا ذاكرة أنا عندي عنوان واحد عندي عنوان واحد وعندي موقعين وعندي ريجسترين زين هذا العنوان الأدرس وين راح يوديه؟ راح يوديه بالريجستر اي او لو راح يوديه للريجستر اتش وين راح يوديه؟ هذا العنوان يا شباب راح يوديه هنا لا مو اثنين هم من الميموري اللي موقعها ادريس وين راح يوديه؟ راح يوديه الى ريجستر ال زين الريجستر اتش منين راح يجيب له؟ راح يجيب له المعلومات من الادريس زائد واحد يعني من الخليه اللي بعدها من الخليه اللي بعدها يحمل البيانات من الخلية اللي بعدها تمام؟ نجي لهنا
على سبيل المثال هذا الإيعاد هسه لو نطبقه LHLD 2045 أو العفو 2045 شنو اللي راح يسوي؟ البيانات اللي موجودة بال 2045 بيانات الموجودة بال 2045 يحملها وين؟ يحملها بالرجستر L، بينما البيانات الموجودة بالموقع أو بالعنوان اللي بعده اللي هو 2046 وين يوديها؟ يوديها إلى الرجستر H. فكأنما عندي شنو؟ كأنما عندي موقعين بالذاكرة أو عفوا مواقع ذاكرة واحد وراء الثاني، الأول يحمله بالL اللي بعده بصورة مباشرة راح يحمله بيمين؟ راح يحمله بالH بالH. تمام؟ واضحة أخوان؟ تمام. لا والله دكتور، دكتور هذا ما واضحة دكتور. هو يعطينا عنوان، عنوان يعني قصدك؟ لا لا هو عنوان واحد أحطيه يعني على سبيل المثال، على سبيل المثال وياي لو أقول الإيعاز اللي هو LHLD 50 مثلاً 2-4 ش راح يسوي هذا الإيعاز؟ ش راح يسوي هذا الإيعاز؟ راح يسوي التالي، راح يروح لموقع الذاكرة للميموري عنوانها شقد؟ هذا اللي هو 5-0-2-4 5-0-2-4. هاي البيانات اللي موجودة بهذا الموقع الذاكرة الميموري، هاي البيانات وين راح يوديها؟ وين راح يحملها؟ راح يحملها إلى الرجستر L، إلى الرجستر L. بعدين إيش راح يجي؟ راح يجي يزود هذا، يسوي واحد، يزوده بمقدار واحد. فموقع الذاكرة اللي بعده اللي هو 5-0-2-5 5-0-2-5 وين راح يخزنه؟ راح يأخذه يخزن البيانات اللي بالرجستر H. تمام هو سوى واحد ستار. العنوان اللي نقل الزودة واحد ويتحول للإتش. بالضبط بالضبط. موقع الذاكرة، موقع الذاكرة، موقع الذاكرة اللي هو 5024 اللي هو هنا نفسه بالإيعاد حمله بالإل، واللي بعد هذا، اللي بعد هذا اللي هو 5025 أزوده بمقدار واحد وين حمله؟ حمله بالإتش، حمله بالإتش. فأنا عندي مواقع، مواقع شبيهن بسلسلة واحد وراء الثاني. فالأول راح أحمله بالL والثاني اللي بعده اللي أنا محدده راح أحمله بالH بالH. وضحت شباب هسه؟ يعني دكتور بدون بس واحد واحد على مود أفتهم، واحد واحد كيف أكثر؟ ها مرتبط دكتور. يعني هسه إذا كانت عندنا بيانات أي. بموقع ذاكرة وردنا نحملها، نحملها بموقعين أو برجسترين ثانيات تقصد؟ لا مو أنا قلت مو موقع واحد، قاعد لكم موقعين، موقعين ذاكرة أحملهن برجسترين. أنا قاعد أقول موقعين، يعني شلون موقعين؟ يعني هذا هنا هذا الموقع الأول اللي هو 5024 والموقع اللي بعده أو الموقع الثاني اللي هو اللي بعده مباشرة، اللي بعده مباشرة. وهنا مذكورة هاي، هنا مذكورة العلاقة الرياضية أو التمثيل الكتلي مالته، هذا اللي بعده مباشرة إذا واضح حتى قدامكم. الميموري اللي عنوانها هذا أدريس أحملها بالL، أدريس زائد واحد، أدريس زائد واحد أحملها بالH، أحملها بالH. البيانات اللي موجودة بالعنوان اللي بعده أو بالخلية اللي بعده راح أحملها بالH. تمام إذا كانت ثلاث مواقع شلون؟ إذا كانت ثلاث مواقع لا ما هو موقع، هو موقعين، هو ماكو، هو موقعين، موقع هو هذا إيعازي، هو هذا الإيعاز الإيعازي يشتغل على موقعين ماكو ثلاثة. تمام تمام زين. هسه اللي هنا أنا إيعازات الـ LDA same to her. نعم نعم إيعازات اللود واضحة. تمام استان زين واضحة. هسه يا شباب راح نعبر، هسه يا شباب راح نعبر الى الـ القسم الثاني او النوع الثاني اللي هن شلنا، اللي هن بالضبط الخزن، اللي هن الخزن. بتخلي ننظف الشاشه تمام. احنا
احنا قلنا هسه قبل شوي شنو انه اللود التحميل من يتم من الذاكره من الميموري الى المايكرو بروسيسور او الريجستر اي هذا اللود بينما الستور عمليه الخزن من راح تتم بصوره عكسيه من المايكرو بروسيسور الى شنو الى الميموري للميموري زين وإذا صدق مستهمين إعازات اللود في إعازات الستور راح تكون جدا بسيطة هناك قبل شوية بإعازات اللود شنت أقول LDA XB هسه ما راح أقول أنا LD ما راح أقول LD لا مش راح أقول STA XB STA ST يعني شنو ST ST بما معناه store بما معناه store معناها شنو معناها خزن بيانات الاي وين تخزنهن بموقع الذاكره تخزنهن مو بالبي بي سي مو بالبي تخزنهن هو اللي عارف هيك يشتغل شنو البي تخزنهن بموقع الذاكره يا ذاكره اللي العنوان مالتها الريجستر بير بي سي منو قال بي؟ أخزن بيانات الريجستر أي اللي هو الأكوميوليتر وين أخزنهن؟ بالذاكرة الحكي كله بين الذاكرة وبين الريجستر أي البي والسي ما لهن علاقة هذني فقط للعنوانة البي والسي عنوان الذاكرة مو أكثر من عنوان ذاكرة وشباب وياي يفتهميها تمام دكتور مو تمام وش اسمه شويه بعد افهم انه تو مو يم الموضوع هذا الفكره اخيرا اي اعيد هسه اعيد كريم ماكو مشكله بس انه يعني ما قاعد افهم قبل شوي اكو واحد بيكم قال انقل الاي للبي منو قال انقل الاي للبي انا قاعد اقول بي سي قصداني قاعد أقول انقل البيانات اللي موجودة بالرجستر أي وين تنقلهن بالذاكرة السؤال هنا يا ذاكرة الذاكرة اللي العنوان مالتها مخزنة بداخل البي سي الإعازة اللي بعده على سبيل المثال اللي هو ال STA XD هذا شنو شغله انه نفس شغل السابق الاكوميوليتر ببيانات هاي البيانات اريد اخزنهن وين اخزنهن في داخل الميموري بالذاكره السؤال هنا يا ذاكره وين القي العنوان مالتها القي العنوان مالتها بالريجستر بير دي اي وهذا اللي شارح لكم اياه هنا وهذا يا شباب اللي شارح لكم اياه هنا الاكوميوليتر بياناته انقلهن للميموري او اخزنهن في داخل الميموري يا هي ايش قد عنوانها بي سي بداخل البي سي نلقي او عنوانها بداخل الدي اي للاعازه الثاني فهنا الكلام هنا المكتوب these two instructions are used to store the data of the accumulator يستخدم لخزن البيانات مال الاكوميوليتر يعني بين قوسين الريجستر اي اخزن الريجستر اي وين اخزنهم في ذا ميموري سيل في الخليه الذاكره ادريسها الادريس مال هاي الخليه وينه محدد اما بالريجستر بي سي او بالريجستر دي اي وضحت شباب دكتور قصدك عكس التحميل قبل شوية حملنا من الميموري للريجستر اي هسه من الريجستر اي للميموري اللي بالضبط بالعكس مو اي بالضبط عكسه واضح هو اللود اصلا عكس التخزين بالضبط اللود عكس التخزين عكس الستور اللود عكس الستور زين نجي للإعاز الثالث من إعازات الخزن اللي هو ال STA address لما اقول اني STA
مثلا 8 5 4 3 هذا الايعاد من يقدر يقول لي ايش راح يسوي؟ ايش راح يسوي هذا الايعاد؟ من يقدر يقول لي؟ من ال L من ال H الى الذاكره وزوده واحد. وين انا ما قلت S H L D هذاك هذاك S H L D انا قاعد اقول S T A S T A عكس ال L D A 8 5 4 3 عكس هذا. دكتور نخزن البيانات البيانات المخزونه بالموقع الذاكره اي نحملها للميموري الذاكره العنوان مالتها مثلا ندزها للبي سي او للدي اي شو قاعد تخبطون شنو القضيه لا نخزن البيانات دكتور مال الريجستر اي وننقلهن للذاكره اللي عنوان مالتها عنوان مالتها نفرض دي اي او بي سي انا ما ما انا ما طيت لا بي سي ولا دي اي انا قلت هذا الايعاد دكتور هذا يمثل الميموري الرقم مثل الذاكره طبعا يمثل الذاكره اي مثل الذاكره تعتبر الذاكره مال اي ذاكره المسجل ناخذ نصف الرقم يعني 85 نخزنها بالدي و 43 نخزنها بالاي انا ما قلت انا ما قلت اس تي اي اكس بي هدا انا ما قلت اس تي اي دقيقه انا ما قلت اس تي اي اكس بي او ما قلت اس تي اي اكس دي اعطيت رقم بصوره مباشره اعطيت عنوان بصوره مباشره اعطيت عنوان بصوره مباشره عنوان كله نخزن بالذاكره اذا العنوان كله نخزنه الرقم دقيقة اللي دقيقه هدا دقيقه دقيقه خلينا نقرا ال شو اسمه خلينا نقرا لكم اياه هنا this instruction is used to store the data of the accumulator اللي هو register A المن للميموري سيل يا هي الميموري سيل الميموري سيل اللي العنوان مالتها اني اساسا منطيك اياه اني اساسا منطيك اياه العنوان مالتها موجود وين موجود موجود هنا ضمن الـ ضمن الايعاد ضمن الايعاد هذا STA address يعني اني لما اقول STA على سبيل المثال STA 5487 فرضا هاي شنو معناته معنات هذا الايعاد انه المحتويات مال الريجستر اي المحتويات مال الريجستر اي وين تخزنهن تخزنهن بالميموري زين هسه السؤال هنا يا ميموري ايش قد الرقم مالتها الرقم مالتها هذا يا منطق اياه بصوره مباشره بصوره مباشره اللي هو 5487 ما ماكو داعي نروح الحمله للدي واي او البي سي ماكو داعي لا صوره مباشره بعطيك العنوان روح روح خزن بالضبط بصوره فوريه روح خزن الاكوميليتر بهذا العنوان بهذا الشكل دكتور انا ما قلت هذين الايعادين اللي هو الاس تي اي اكس بي او اس تي اي اكس دي هذا اسلوب غير مباشر هذا اسلوب غير مباشر ممكن نقول عليه نوت ايميديتلي مو مباشر مو فوري بس هذا هنا بصوره فوريه مباشره خزن الاكوميليتر معلوماته وين تخزنها تخزنها بهذا موقع الذاكره وين موقع الذاكره ايش قد الرقم مالته هذا اللي هو 5487 بهذا الشكل بصوره مباشره بصوره مباشره يا شباب ها تمام اخوان تمام استاذ تمام استاذ تمام يعني اسال اي دكتور اسال اسال استاذ اسال دكتور خلي شوي على مود بكي تنسون على مود الكم مو حسن ماشي خير وبركه زين هذا من هو الوزير الحسيجه حسين علي كاظم طب بسرعه ما ادري راح والله ما ادري دكتور ممكن لو محاضرة مع البرمجة وجاو دخلوني أنا جروب أي هلا بيهم عين هلا بيهم هسا شنو يعني راحوا والله بعدهم بقت مالي هم قولتك يا ابو على العموم كان محاضرة برمجة هسا مو سنتين ونص تقريبا تبدي سنتين دكتور بدأت سنتين ونص وخلصت نص ساعة خلصت وجينا وياكم ها يلا خير إن شاء الله نص ساعة حيوان نص ساعة شو
حلو هاي المحاضره اللي اللي شو اسمه اي تعلم اذا مضايقكم ننسحب استاذ لا علينا مضايقين ما في صار نسعد انا شك عندي قاعدين نسولف بالعكس احنا نضيفكم على معلومات شلون نضيف لهم معلومات يعني استاذ خليهم يجون يلا من الزينات هاي هلا بيهم اهلا وسهلا بيهم زين يا شباب استاذنكم بس دقيقتين اشرب مي وارجع لكم على راحتك دكتور خليني شوي احكي على جروبي سلام عليكم ممكن يعني شويه صوتك رد نفتهم لا اله الا الله بعد ما حات الاستاذ يا رب حاسر علينا نفتهم منه شغلة من وراء عمر اخوان يسجل المحاضرة معودين لا اعتقد وقفها لا مستمرة خلي يسجلها حتى يسمعنا خلي يسجلها عماد ما نفتهم كل شيء من وراك انا بس احكي غابة عشان ما بيه حيل عشان بعد وانت ايش خليت اليوم مصطفى احنا اول ما طبينا ما قلت اهلا وسهلا ضيوف عليكم اليوم السلام عليكم ليش ضيوف؟ وعليكم السلام هلا ابو فاطمه السلام اول محاضره وياكم يعني حتى استقبال ما ابو عيهم احنا بالنسبه لنا احنا شطار بس انتم ما تجوني انا اضيف لكم معلومه فعادي ماكو اشكال ماكو داعي لا وين هالمعلومه تتخلي واحد يفتهم معلومه غير تسجل هاي المعلومه نعطيكم اياها مش كافي عماد ايش عندك وي جروب يا عماد عينه ضيجة عينه ضيجة الولد عينه ضيجة من عرفت لسه عينه ضيجة خبصتني خب الله عليه بالحاسبة مالتي تورطنا شغلنا الفيديو بالحاسبة أما تصدقني أنا شرحت لك يوم الجمعة الفاتت وأنا اللي فهمتك وهسه أنت مسيطر ما سمع من عندك هاي المرة الاستاذ بعده موجود وياكم استاذ حيدر ايه اشرب ماي ويجي اشرب ماي ويجي عوافي عماد لا تزود بالهواي بس اللي شرحت لك انا الجمعه الفاتت جاوبني الاستاذ انه ذن اللي يفيدك يا الله ابو فطمه بلك المعلومات انت انا مقتنع اذا سمعنا استاذ حيدر اذا سمعنا استاذ حيدر المعلومات شرحت انت انطيناها انا هسه بالدوام والله دخل وصل البيت والله عندك عنده عقيل ها علي ها البارحه خابرت عماد قال لي قلت له قال جاي سو قلت له جاي اقرب معالج دقيق قال ها سده سده الفيديو انا اشرح لك وانا اقول عماد مين يعرف ذني رحم الله والديك هسه شهد شهد من الاعلى وتنسى طيب انا همكيت عماد مين معالج دقيق واشرح لك وما ادري شلون ها كله كله انا كله هاي اثاري السلام عليكم وعليكم السلام ما ادري ما ادري ايش حكيت وش سويت وش قلتوا بس هو كله شيء هو اذا استقطع الكلام استقطع واحد لا اقطع لا اقطع ولا شيء بس اشوف ايش اسمه حكيتوا ما حكيتوا بلكي واحد من عندكم حكى علي شيء على مدراوينا بعربي زين تعال لا والحمزه ما استاذ جماعه الجروب خلص علينا شرحنا منو شرحوا لكم يقول احنا شرحنا لكم عقيل موجود عقيل يا حبه ذات سيله قال الشرح انت تشرح لنا الماده كلها يلا حسب الزينات حلوه شيء حلو هذا طالب يصحح يلا كل الزينات استاذ الطهره بتطلع حتى ما ادري وين راح يلا خير ان شاء الله نرجع المحاضرات اخوان اعتقد عندكم وراي محاضره ثانيه على العموم وصلنا للايعاد اللي هو الاس اتش او دي هذا الاس اتش او دي ا
تمام SHLD ها مرتبط تفضل. لا لا عفو دكتور. لا زين نجي هذا الإعاز اللي مثل ما قلت لكم SHLD هذا الإعاز هو يشبه بعمله يشبه إعاز ال LHLD أدرس إذا تذكروا قبل شوية سولفنا به قلنا هذا شنو قلنا هذا الميموري اللي العنوان مالتها حطيته هنا بالإعاد البيانات مالتها أو المعلومات راح أخذها بالإل والميموري اللي الأدريس مالتها زائد شقد واحد زائد واحد نخزنها وين نخزنها بالإتش بالضبط بالضبط يا هدى نخزنها بالإتش هذا اللي أخذناه قبل شوية بالإعاز بالنسبة لإعاز اللود بالنسبة لإعاز اللود هسه أنا عندي إعاز الستور ويعادل الستور يا شباب الصيغة العامة مالته هي SHLD address SHLD address زين هذا ال SHLD address هذا عمله عمل معاكس يعني شلون معاكس يعني عكس عمل ال LHLD بالمقلوب يعني محتويات ال L اخزنها وين اخزنها في الميموري اللي العنوان مالتها منطيب ومحتويات ال H اخزنها بالميموري اللي العنوان مالتها زائد واحد زائد واحد نعم زائد واحد وهنا شارح لكم اياه نفس الشيء نفس العمل هذا هنا ال SHLD هذا اذا يريد يخزن في موقع الذاكره 2045 فال L محتويات الريجستر L انتبهوا لكلمتي محتويات الريجستر L راح يخزنها في موقع الذاكره اللي هو 2045 ومحتويات الريجستر H راح يخزنها في موقع الذاكرة اللي بعده اللي هو 2046 تمام؟ تمام 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 خير وبركة ذني يعني هالتحليا أنا كملت من إعازات ترى إرادة القراية هواي إرادة المراجعة هواي تعيدون عليهم أكثر من مرة ومو بس هذني لا كل ما أعطيكم مجموعة إعازات ترجعون على الإعازات اللي قبلها ترجعون على الإعازات اللي قبلهم وتقرون الإعازات الجدد والقديمة كل ما يكثران كل ما يحتاجني يطلب من عندكم مراجعة أكثر قراية أكثر آخر إعاز بإعازات اللود والستور اللي هو إعاز الـ XCHG فإعاز جدا بسيط وجدا حلو شنو هذا الإعاز؟ نسميه هذا إعاز الاستبدال إعاز الاستبدال شنو وظيفة هذا الـ XCHG لما أقول XCHG شنو اللي راح يسوي؟ راح يروح إلى الرجستر بير DE ويروح إلى الرجستر بير HL يروح لرجستر بير DE والرجستر بير HL شنو راح يسوي؟ يكمش الرجستر بير DE ياخذ بياناته وين يوديهن؟ يوديهن إلى الـ HL ينقلهن إلى الـ HL يأخذ بيانات الـ DE ينقلهن إلى الـ HL وبنفس الوقت يجي يأخذ بيانات الـ HL وين يوديهن؟ يوديهن إلى الـ DE شنو اللي سواه؟ سوى عملية استبدال سوى عملية استبدال يعني شنو؟ يعني بدل الـ DE مكان الـ HL والـ HL مكان الـ DE يعني بيانات الـ DE بيانات الـ DE راح تكون بداخل الـ HL وبيانات الـ HL راح تكون بداخل الـ DE بيانات الـ HL راح تكون بداخل الـ DE وضحت إخوان؟ وضحت؟ خير وبركة إذا واضحة خير وبركة زين راح أعطيكم آخر أربع إعازات ولو راح تقول متأخرين عن الصباحي بس ما يخالف آخر أربع إعازات راح أعطيكم إياها اللي هي إعازات الـ LXI اللي هي Load Immediately Load Immediately شنو هاي يا شباب إعازات Load Immediately إحنا أنا عندي إعازات الـ Move Immediately إعازات الـ MVI أنا عندي إعازات الـ MVI Move Immediately هذا اللود immediately شنو اللي هن إعازات الـ LXI يا شباب هذني إعازات الموف
immediately, MVI immediately. إذا تتذكرون هي كان لي نقلا كم بت؟ 8. كان لي نقلا كم بت؟ 8 بت. 8 بت. 8. أحمد الله عليكم. هذا هنا LXI هم يعني راح ينقل لكن مو 8 بت راح ينقل 16 بت مثل ما مكتوب هنا 2 بايت 2 بايت 2 بايت. فلما أقول على سبيل المثال على سبيل المثال لما أقول LXI LXI B 5 4 3 2 هذا شنو معناته؟ معناته يا أخوان إنه الخمسة أربعة هاي خمسة أربعة أحملها بداخل الرجستر B والثلاثة اثنين ثلاثة اثنين أحملها بيا رجستر E C عشتيدك عشتيدك LXI B ما دام عندي X وما دام عندي B ما دام عندي X وما دام عندي B معناها هذا شنو؟ معناها هذا register pair BC. لما أقول LXI D نأخذ D و 8 7 قشتيدك A 5 شو راح يصير هسه؟ الـ 8 7 وين أحملها؟ بالD قشتيدك والـ A 5 وين راح أحملها؟ بالـ A بالـ A عشتيدكم يا أخوان نفس الشيء نفس الشيء لما أقول LXI H هذا يعني الـ H والـ لما أقول بالضبط بالضبط لما أقول LXI مثلا على سبيل المثال H فارزة 4 2 2 1 5 شنو هذه؟ هذا راح يحمل الـ 4 2 وين؟ بالـ H بالـ H الـ 1 5 وين راح يحملها؟ بالـ L عاش تديكم أخوان عاش تديكم آخر شيء آخر إعازة راح نأخذه بمحاضرة اليوم اللي هو الـ SP LXI SP شنو هذا LXI SP اللي هو الـ Stack Pointer إذا تتذكروا شنو هذا الـ Stack Pointer هذا الـ Stack Pointer هو اللي عنون اللي عنون ذاكرة الكتف بالضبط اللي عنون ذاكرة الكتف زين يا أخوان هذن هنا ثلاث أمثلة أو ثلاث أسئلة Example 3 ثلاثة هذا اني حلوهن حلوهن الكم انا ما اريد حلهن لكن اذا ما فهمتوا او ما عرفتوا تحلوهن او ما عرفتوا تحلوهن او ردتوا تتاكدون من الحل قلوا لي المحاضره الجايه لكن هسه مبدئيا ذني حلوهن ان حليتوهن وما عندكم بهن مشكله خلاص تمام لا تدزوا لي الحل ان حليتوهن وشفتوا عندكم فشي ما مفهوم حاشوني على موداني احلهن بدايه المحاضره الجايه انها يا شباب انا راح اتوقف طبعا الصباحي كملت وياهم اخذت المحاضره الجديده المحاضره الرابعه انا حاليا هسه كملت هذني اللي عازات اللود اند داتا ترانسفير جروب 84 اعاز ان شاء الله المحاضره الجايه اول ما نبلش نبلش بهذني الاعازات الارثمتيك جروب نبلش باعازات الارثمتيك جروب يا اخوان اللي هنا انا راح اتوقف اسمع من عندكم اكو احد عنده سؤال او احد عنده استفسار لا احد تعبناك زحمه كل شيء لا العفو لاكو لاكو زحمة ولاكو تعب بس اللي أريده من عندكم شغلة واحدة يا شباب تعيدون خصوصا المحاضرة الثالثة والرابعة تعيدوها مرة